لك من رسول الله في. السلام عليكم، أنا سعيد جدا اليوم أن أكون متواجد في أول جمعية أسست المملكة العربية السعودية لتكافل المجتمع بشكل عام، تقدم خدمة جليلة وهي توفير أسرة صالحة ترعى اليتيم دونما سنتين من فقد والديه يفتح أو يفتح عينيه ويحتضنه، أسرة صالحة، هبة عظيمة الحقيقة من الله سبحانه وتعالى لفريق هذا العمل، لهؤلاء الرجال الثقات أن يتولوا هذا الأمر، وكذلك شرف كبير لهذه الأسر وبركة إن شاء الله في المال والرزق وكذلك في الآخرة. وما أعظم حديث أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين إلا دلالة إن شاء الله على صلاح هذا العمل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهم في عملهم، وأسأل كل من يتابع هذا المقطع أن يتفاعل معهم بالدعم والنشر وكذلك الدعاء. وقف أيتام الوداد.